تجون للقناة من خلال سنابكم وصلت إلى قلوب الناس. من فيكم يبدأ راحتكم؟ عندك أبو لا والله أول شيء هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يا سلام. والشيء الثاني في دعاء أنا لزمته نحمد الله ونشكره وتغير عندي أمور واجد واجد. يا سلام. صراحة أتكلم عن نفسي والجزيل إن شاء الله الرب يموفقه إن شاء الله بالعلوم الطيبة كلها، بس في دعاء أنا أنصح به نفسي وأنصح به الناس اللي اللهم كذا بصحيح العبارة والله العظيم ندعي بذا اللهجة يعني لا أجيبها باللغة العربية، أدعي لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على اللي في القلوب، نقول يا رب انشر محبتي عند أهل السماء ثم انشرها عند أهل الأرض، أي والله واجعلها في الطعام الذي يشربونه يأكلونه وفي الماء الذي يشربونه وفي الهواء الذي يتنفسونه، وهذا دعائي ونحمد الله ونشكره أني عينته عدة ثالثة. قلت اللهم انشر قبولي وحبي عند أهل السماء عند أهل السماء الملائكة ثم انشره إلى أهل الأرض فاجعله في الطعام الذي يأكلونه وفي الماء الذي يشربونه وفي الهواء الذي يتنفسونه، أي والله أن هذا دعاء، وادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. الله نحمد الله ونشكره، هذا الدعاء هو صراحة غير فيني أشياء واجد، فالحمد لله من أول إن شاء الله على السجية، لكن في أمور تغيرت تالي، فأنا أقول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. شفت وأبو ناصر أنا بقول عنه شيء قسم بالله أنا ما يدري وش أنا بقول، الرجل هذا في صدقة عجيبة. يا سلام. قسم بالله يا الإعلانات اللي جينا يطلع منها مبلغ وقدره صدقة. الله. أقول ليه؟ يقول حتى ربي يبارك فيها، وأنا مشيت على جرته بهذه الحركة. قسم بالله في حب للصدقة وحب للعطاء من عادها ما عنده شيء. عارف أنا عارف والله يا من أول من أول إنه يتسلف عشان يتصدق. نبدي إني والله صار زين هداك. والله وجهك. وجهك نبدي. الكلام عندك للحين يا أبو ناصر. كلام. وش سر معفويتكم؟ عفويتنا من الناس. باختصرها من حب الله حبوها الناس. الله أكبر. إي والله من حب الله حبوها الناس. ترى هذا الكلام ما نقوله شوفت نفسه، لكن نحمد الله ونشكره والله العظيم احنا نقوله ثقة في الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. من حط قلبه صوب الله عين كل خير. نعم. وعين كل سفرة، والنية لقدها زينة والقلب لقدها بيض، لا تحسد يا ولا تحقد، تمنى الخير للناس. أنا بقول لك حاجة سم، وهذا أبغى المشاهد أنه يدقق في ذا الكلام، أنا درسته في سادس ابتدائي عند الأستاذ عبد اللطيف مصري، والله إني ما أنساه، أنا كان حي الله يطول في عمره وإن كان مات رجع له الجنة. جانا وحد أعطانا حديث